أهلا، أنا أحمد تاجر. اليوم راني في المركز الوطني للسجل التجاري CNRC لاخاطش فيه جديد. جيت نبدل السجل تاعي القديم بواحد جديد، ولا حبيتو تعرفوا جديد تاع جديد تبعوني. حيازة السجل التجاري الإلكتروني ضرورة قانونية بالنسبة لكل التجار من خلال عملية تعديل تتم على مستوى الفرع المحلي للولاية التي يقع بها محلكم التجاري أو مقر شركتكم. السجلات التجارية غير المزودة بالرمز الإلكتروني صالحة لمدة محدودة. لقراءة الرمز الإلكتروني يجب تحميل التطبيق المتوفر ببوابة المركز الوطني للسجل التجاري. حملوا مجاناً تطبيق المحمول للسجل التجاري الإلكتروني عن طريق بوابة المركز الوطني للسجل التجاري سجلكم، واحصلوا على معلومات عن كل المؤسسات من خلال نقرة من الهاتف المحمول أو لوحة أو هاتف ذكي. يمنحكم الرمز الإلكتروني كل المعلومات المتعلقة بالتجار الحائزين على سجل تجاري. السجل التجاري الإلكتروني وسيلة فعالة لتأمين مستخرج سجلكم التجاري، حماية هوياتكم التجارية، التأكد من هوية مؤسساتكم على الخط. ولا تجي التاجر دير كيما انايا، بدل القديم بجديد. تهلاو.